إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الخطبة الماضية قرأت هذه الآية وأخطأت بها، والصواب كما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليلهب، بضم ياء المضارع، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأستغفر الله، وجزى الله خيرا من نبهنا. أيها الأخوة وأيها الأحبة، شيبا وشباب، نساء ورجال، دعانا الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه بالاستجابة لأوامره، وأمرنا كذلك بالصدق معه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالله يدعونا سبحانه وتعالى ذكورا وإناثا، شيبا وشبابا ونساء، تجارا وفقراء، حكاما ومحكومين، بأن نرجع لأوامره سبحانه وتعالى، ونفر مما يغضبه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب. قال: ثم لا تنصرون. في الآخرة لا تجد لك مصرخ ولا منجد أيها الأخ الكريم. المال لا ينفع والله، القوة تذهب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية، لم ينفعه المال، هلك عني سلطانية، ذهبت قوته وسلطانه، ذهب عنه. فرجوعا أيها الأخوة
إلى دين ربكم تبارك وتعالى، تمسكوا به بصدق وإخلاص، قوموا به كما أمركم سبحانه، لا تأخذون منه ما يوافق الأهواء والنفوس، وتتركون منه ما هو صعب وشديد على النفوس، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أي لا تبتدعوا، اتبعوا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسولكم صلوات الله وسلامه عليه، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تنصرون وأنتم لا تشعرون. ثم قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. آيات فيها مواعظ يعظنا الله تبارك وتعالى ويدعونا بالرجوع له والتمسك بدينه بصدق وبإخلاص. فرجوعا أيها الأخوة، نسمع المواعظ الكثيرة وندعى إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض لا يستجيب، البعض لا يصدق مع ربه تبارك وتعالى، البعض يستجيب سنة سنتين، وخاصة ظاهرة بين الشباب، يستقيم ويستجيب ويتمسك بدينه سنة سنتين ثلاثة، ثم بعد ذلك ينقلب على عقبه فيترك منهج الله تبارك وتعالى ويترك سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا له أسباب كثيرة جدا يطول الوقت بنا، ولكن لا بد من التنبيه إلى قضية بين الله تبارك وتعالى أيها الأخوة في كتابه الكريم، بأن الإيمان يزيد وينقص، يضعف ويقوى. علامة القوة الانتفاع في الطاعة والحرص الشديد على عبادة الله تبارك وتعالى، هذه علامة قوة الإيمان. وأما علامة الضعف فالتقهقر، التكاسل، التكاسل بإقامة أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله، الاجتراء على معاصي وعلى محارم رب الأرباب، هذه علامة الضعف. فالإيمان وقود الطاعة كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه الآية نص صريح بأن الإيمان يزيد وكذلك ينقص. فيجب عليك أخي المسلم، أخي الشاب، أختي المسلمة، يجب على الجميع عندما يشعر بهذا الداء بضعف الإيمان، ينبغي عليه أن يجتهد وأن يسارع، أن يسارع لتقوية إيمانه. كما قلت مرارا بأن الواحد منا أيها الإخوة يراقب بدنه وجسمه، فعندما يشعر بأي تقصير أو خلل أو مرض لا يحتاج لأحد حتى أن يرشده، لا ينتظر بأن يأتي له فلان ويقول له يا أخي أنت مريض عارض اذهب، لا، هو بنفسه يشعر وهو بنفسه يعالج نفسه، لأنه يعلم قيمة البدن. لا يستطيع أن يقوم بأعباء الحياة إذا مرض البدن، ولكن المسلم يضعف إيمانه ويهزل ويتكاسل بطاعة ربه ويذكر ويرشد، يا مسلم تمسك بدينك، يا مسلم قم بأوامر ربك. الذل يخيم علينا، الهوان سلط الله علينا النغول والأدعياء يسوسون ويقودون بأنظمة باطلة جائرة تغضب ربكم وتغضب رسولكم، لا يستجيب المسلم. لذلك يظل على هذا الضعف حتى يصل إلى الحضيض، حتى يصل إلى أسفل سافلين. يبدأ الإيمان يضعف 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 إلى أن يتقهقر، إلى أن ينحرف، وينسيه الشيطان كل هذه المواعظ وكل هذه المحاضرات وكل هذه الأشرطة التي سمعها وهذه الكتيبات التي قرأها، ينسيه الشيطان وينقلب يبيع دينه بالدنيا الفانية الحقيرة، يبيع إسلامه بسبب سيارة فتحها أبوه الجاهل الذي لا يفكر بمصلحة ابنه في الآخرة، إنما يفكر فقط بمصلحة ابنه في هذه الدنيا فقط الفانية. يبيع دينه بسبب الفرج، الزنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي اللسان وبين فخذي أضمن له الجنة. لذلك يا أخواني، يا شباب، يا شيب، يا نساء، يا رجال، عندما تشعر بالضعف، وأخبرتك بعلامة الضعف، ضعف الإيمان، عندما تسمع الأذان لا تقوم إلى بيوت الله، ترى المعصية، ترى معاصي الجبار، ترى هذا المنظر وهذا المنظر لا يحرك مشاعرك ولا يؤثر فيك ولا يغضبك، قسما بالذي لا إله إلا هو، قسما بالذي قامت السماوات والأرض به، علامة الضعف في الدين. ما هكذا كان رسولكم أيها الأخوة؟ رسول الله عندما يرى الجريمة، عندما يرى المعصية، عندما يرى المنكر، يحمر وجهه ويرتفع صوته وينكر بلسانه وبيده
صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الأصحاب كان. فأقول ينبغي عليك أن تجتهد على تقوية دينك وإيمانك، لأنه لا فلاح لك أخي المسلم لا في الدنيا. هذا الذل الذي خيم علينا سببه إيش أيها الأخوة؟ مدرسة، فقط مدرسة من المدارس. اذهب وانظر، تجد ما يقارب 500 تلميذ لا يصلي إلا 150. أبناؤكم يتركون الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ثلاثة أرباع المدرسة لا يصلون. كيف ينصر الله أمة؟ كيف ينصر الله قوما عصوا ربهم تبارك وتعالى واجترأوا على محارمه سبحانه وتعالى؟ كيف ينصر القوم يغضبون رسولهم بالمعاصي؟ فأيها الأخوة، استجابة نكاد أن نسأم، والله نسأم من المواعظ ومن الإرشاد. أصبح الواحد منا حتى والله ما له نفس أن يحضر أو أن يعد درسا يخدم فيه هذه الأمة. مما يرى من الدبور، ومما يرى من الانتكاس المفاهيم، ومما يرى من فرقة، ومما يرى من قلوب لا يؤثر بها كتاب ولا سنة. لذلك أيها الأخوة، استجابة بصدق وأخلاص لدينكم، لربكم، لرسولكم صلوات الله وسلامه عليه. من المصائب التي ابتلينا فيها المجاهرة. ينبغي للمسلم إذا ابتلي بمعصية ما يجب عليه أن يستتر وأن لا يجاهر، وخاصة ممن بيده زمام الأمور. أنت مسؤول، أنت قائد، تحكم الناس، تحكم مسلمين. الأذان يؤذن في ديارهم، يعتزون بدينهم وبإسلامهم، فأقل القليل عدم المجاهرة. لكن للأسف يجاهرون بمعاصي ربهم. في الأسبوع الماضي اجتمع رئيسان عربيان لإعداد خطة جديدة للخزي وللذل والهوان، لأنهم يسيرون بالتدريج مع الأمة الإسلامية. وضعوا القدم على الرأس سكتت، أخذ يطؤون قليلا سكتت، وهكذا كل ما يرون السكوت كل ما يطؤون أكثر. فقل اجتمع لإعداد خطة جديدة للذل وللهوان، ولم يكتفوا بذلك فأخذوا يجاهرون بمعاصي ربهم. يجلس الرئيسان قريبان من بعضهم من بعضهما، وعلى اليمين زوجة الآخر متبرجة، وعلى اليسار زوجة الحاكم الآخر متبرجات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من
أهل النار لم أرهما. من أهل النار، ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هؤلاء لا يعلمون بأن هذا حرام، ما سمعوا، ما قرأوا كتاب ربهم. وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآيات. سمعوا ويعلمون، وهم الذين يحضرون لمؤتمرات القمة الإسلامي. ولكن استخفاف بكم أيها الأخوة، استخفاف بالشعوب والله للخزي وللذل والهوان، لأنهم يسيرون بالتدريج مع الأمة الإسلامية. وضعوا القدم على الرأس سكتت، أخذ يطؤون قليلا سكتت، وهكذا كل ما يرون السكوت كل ما يطؤون أكثر. فأقول اجتمع لإعداد خطة جديدة للذل وللهوان. ولم يكتفوا بذلك، فأخذوا يجاهرون بمعاصي ربهم. يجلس الرئيسان قريبان من بعضهم من بعضهما، وعلى اليمين زوجة الآخر متبرجة، وعلى اليسار زوجة الحاكم الآخر متبرجات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. من أهل النار، ثم قال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هؤلاء لا يعلمون بأن هذا حرام، ما سمعوا، ما قرأوا كتاب ربهم. وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآيات. سمعوا ويعلمون، وهم الذين يحضرون لمؤتمرات القمة الإسلامية. ولكن استخفاف بكم أيها الأخوة، استخفاف بالشعوب والله اجتراء، لأن المجاهرة كما يقول العلماء بالمعصية فيها استخفاف بالله. نعم، استخفاف بحقوق رب الأرباب، فهذا استخفاف منهم بحقوق الله. اثنين، استخفاف بالمسلمين. من تكفوا نحترم دينكم ونتقيد بإسلامكم؟ هذا لسان الحال. سوف نهتك حرمات ربكم تبارك وتعالى. كذلك فيها الدعوة
وتشجيع المسطولين من المسلمين والجهل من المسلمين، إذا يرون المسطول وإذا يرون الحاكم هذه حاله فيعلمون أن هذا ميدان الرجولة، وهذا هو ميدان الشرف، وهذا هو التقدم، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. فيقتدر الرعاع من الناس ويقتدي العوام من الناس بهم فيضلون ويضلون. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجاهرة، وبوب البخاري في صحيحه قال: باب ستر المؤمن على نفسه. ينبغي للمسلم إذا ابتلي بمعصية أن يستر على نفسه، لا يجاهر. ولكن هؤلاء جاهروا بترك شريعة رب العالمين، وحرموا عباد الله، حرمهم الله جنان الخلد، حرموا المسلمين من تطبيق شريعة رب العالمين، ورغبوا أن يكونوا بتعداد الفسق والظلم والكفر كما بين الله تبارك وتعالى ذلك. فلا شك من باب أولى أن يكونوا في التبرد وفي شرب الخمور وفي غيرها من المعاصي أجرى، يكونوا لا من باب أولى يكونون أجرى. لذلك يقول رسول الله: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، كما يجلس بعض المهاذير من المسلمين الذين زهدوا بدينهم، زهدوا بكتاب ربهم، زهدوا بإسلامهم، كانوا فقراء صعاليك فمن الله عليهم وسواهم أوادم، ذهبوا يهتكون أعراض الناس، فيجلس في المجلس: فعلت كذا ونمت مع فلانة، وفعلت كذا وفعلت كذا، وشربت كذا، فيجاهر بالمعاصي. لو كان يستتر لهان الأمر نوعا ما، ولكن للأسف يجاهر بمعاصي الله تبارك وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فأقول أيها الأخوة، ينبغي للمسلم عندما يبتلي ببعض المعاصي فأقل القليل يستتر تأدبا وحياء من ربه، احتراما وتوقيرا لمشاعر المسلمين، حتى لا ينفتح باب الشر على الآخرين. ولكن للأسف هؤلاء لا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، وإلى الله نشكوهم سبحانه وتعالى، فهو القادر وحده على إنقاذ المسلمين منهم. أسأل الله تبارك وتعالى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، انتشرت الرشوة في بلاد المسلمين بشكل عجيب، ويستخدم هؤلاء أساليب
ثعلبية بالتملص من القوانين. فنقول لهؤلاء الذين يأخذون الرشوة، يحدث كثير، فتجد فلان في مركز ما من مراكز البلدية مراقب، ويقدم له صاحب محل أو مطعم في كل أسبوع في كل شهر ما يقدمه له من الأطعمة ومن الرشوة، فيمنع الموظفين من أن يخالفوا هذا المحل. وكم حدث حوادث تسمم بسبب هذه الرشوة. وبعض المرشحين طبعا عندهم حكمة في ذلك، لا يقولون لك هذه رشوة، لأنهم يعلمون بأن المسلم يعلم بأن الرشوة محرمة، وكما في الأحاديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش كذلك. الراشي الذي يقدم الرشوة، الرشوة مال يقدمه الصدق من الناس لانتزاع حقوق الآخرين، فيه ظلم وفيه بيع للضمير والذمة. فلذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقدم المال، ومن يستلم المال كذلك ملعون. ولو صام وصلى، نعم، ولو صام وصلى وسمى نفسه بأسماء المسلمين فرسول الله يلعنه، لأن الإسلام يرفض هذه النماذج الدنيئة التي تبيع ضمائرها، تبيع ضمائرها ودينها بالمادة، فتظلم الناس وتضيع الحقوق، يرفضها الإسلام هذه النوعيات الساقطة. وكذلك الرائج الواسطة، بعض المرشحين يعين لبعض الناس يتفاوض مع هؤلاء، واسطة ما بين الراشي والمرتشي، هذا كذلك ملعون، لأنه يعين على الظلم ويعين على المنكر. كما قلت بعض الناس يسميها هدية، تحايل، كما بين صلى الله عليه وسلم كيف يكون التحايل في آخر الزمان، فتسمى المعاصي بغير اسمها، الخمر كما قلت مشروبات روحية، الربا، الربا فوائد يا أخي، فوائد وهو ربا سحر حرمه الله تبارك وتعالى، الزنا والفجور والتبرج فن، ووضعت إدارة عليها وزراء ومسؤولين للفنون، وهي في الحقيقة خلطة من معاصي رب الأرباب، من غناء ومن رقص ماجن ومن لقاءات الله أعلم ماذا يحدث بها، كلها معاصي. فكذلك الرشوة الآن تسمى هدية، وبعض الخبثاء سميها زكاة، زكاة ما تخرج إلا قبيل الانتخابات، والبعض أخبث من ذلك، يدخل في الديوان فيجدها، فيجد الديوانية قديمة بحاجة إلى إصلاحات، تعال يا فلان لماذا الديوانية على هذه الحال؟ تفضل صلح، ابني بيع ضميرك، حرام يا مسلم، عيب والله، عيب والله. انظروا للكفار يا مسلمين، يا أحبابي يا أخواني، والله إني لكم ناصح، الكفار انظروا إلى المقابلة التي أجريت في أمريكا، رئيس أعظم دولة مع المرشح مع منافسه أمام الناس أمام الملايين يناقشونه
ويبيعون أخطاءهم. احنا حكامنا أرباب صاروا أرباب، لا تستطيع أن تقول من واحد أخطأ، لا تستطيع أن تقول هذا لا يجوز. للأسف الكفار في مقابلة تلفزيونية أمام 250 مليون أمريكي ويفوز الخصم على ريغن، وعيب عيب والله نحن نصل إلى هذه الحالة فنوصل الناس للمسؤوليات. الواحد منهم كسبا برب الأرباب لا يصلح شاوي غرم، والله لا يصلح أن يقود خمس نعجات يا مسلمين. لذلك هذا الذل وهذا الهوان، فعيب يا الضمائر، عيب والله. رسول الله يقول لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية كذلك زيادة والرائش. فأحذركم أيها الأخوة، لأن هذا فيه معصية وفيه غضب، وهذا المال فيه شكوى خاصة في هذه الأوقات، في هذه الأوقات فيه شك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم انقذ رقابنا من النار، اللهم انقذ رقابنا من النار، اللهم انقذ رقابنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأقم الصلاة.